بالنسبه للكونفدرالية بصراحه ده انجاز بالنسبه لي. انا انجاز ليه؟ لان ده اول مره يشارك فريق المقصه في الكونفدرالية، والكونفدرالية تشارك وتوصل الدور 16، بصراحه انجاز للفريق. بس الفريق وفر لك كل المستويات عشان انت تبقى في قد المستوى ده. واحنا الحمد لله ماشيين بماتش ماتش، يعني كابتن ايهاب بيدرس ماتش ماتش، وكل ماتش له ظروفه وله لعيبه بتاعته. دي بيخلي اللعيبه انها تبقى مركزه، لان اللاعب بيتغير تاني بيخش، وده محافظ على مستوانا كشكل عام للفريق.